سلام عليكم. انت بتبوظي لي شعري علشان اطلع شكلي وحش في الفيديوهات. انت بتبوظي لي شكلي عشان ما اطلعش انا حلو في الفيديوهات. و استغفر الله العظيم يا بنتي انت مراتي الناس تشوفك. حلال يا اخي حلال. سلام عليكم. سلام عليكم. عاملين ايه يا جدعان؟ ها انتوا في حد هنا ولا مفيش حد؟ موجود شكلكم مفيش حد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ثواني اقعدي جنبي نو. لا احنا بنحبك قوي. صح ولا حاجه؟ بصوا يا جماعه احنا كنا عاملين لكم مفاجأة قبل الفرح. فاكرين كنا عاملين لكم استنى مفاجأة في مفاجأة استنى مفاجأة. احنا ما لحقناش ننزل لكم قبل الفرح. انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ تفتكروا على ايه؟ احنا كنا بنعمل بروفا بنشوف الاول احنا هل لو اتجوزنا هيبقى شكلنا مثلا ايه بعد الجواز. وبعدين في حاجه نصيحه كده، لو جبنا بيبي انت هتحكي لهم الحكايه. ما انا مش هحكي لهم الحكايه بس استنى هقول لكم على حاجه. احنا بقى دلوقتي عايزين ننصح نصيحه لكل شاب وفتاه، كل شاب وكل فتاه ايوه بيحبوا بعض ونفسهم ان هم يعيشوا مع بعض بحب وحاجات حلوه. واحنا عشان كده يعني احنا كنا بنشارك في هذا الشيء العظيم. العظيم ايوه احنا كنا بنشارك في هذا الشيء العظيم العظيم الذي يوجد به تبجيل مبجل لكل شاب وفتاة وكل مرأة ورجل. ماشي. واحنا دايما بنحب نقول للناس حبوا بعض، ودايما لكل الرجالة حبوا البنات ودلعوهم وخافوا عليهم وما ضايقوهمش وبطلوا فترة وبطلوا قصوا. لا طبعا كل شاب يعذب كل فتاة وما في حاجة يا كابتن. لا بقول لازم كل شاب وكل فتاة يحترموا بعض ويحبوا بعض. أيوة. وما فيش حد اسمه ولد يعذب بنت أو بنت تعذب ولد. أيوة. والله العظيم بصي يا بريتي أنجل إحنا ما بنخافش من الحسد عشان ربنا هو خير الحافظين. ربنا بيحفظ. وبعدين بعيدا عن أي حد لو 10 يحسدونا 20 يحسدونا 100 يحسدونا في 500 ألف مليون انتوا كلكم بتدعوا لنا كل كلامكم دعوات لينا وربنا بيحفظنا والكلام ده كله. وبعدين الحب خارج من قلبنا لقلبكم ومن قلبكم لربنا على طول ودي حاجه حلوه جدا يا جماعه. انا مش عايز اطول عليكم انا عايز اوريكم المفاجاه. ثانيه واحده بس. من حب ربه وحب فيه خلقه. ايوه. وانتوا كتير وهنيه لك يا فعل الخير. ايوه. وحسنه قليل يا تمنع بلاوي كتيره. ونقعد نشحد بقى ما نشحد. هاتلي اي فلوس. هو انت ما بتبطليش فلوس؟ لا يا جدعان ما بتبطلش فلوس، حرام عليك. قولوا لها ترحمنا يا جدعان. هات فلوس ميزه ميزه. ايوه انا هدي لك فلوس بس عايزين نوريهم الاول. استنوا يا جماعه ثواني. ويريز طبعا احنا كنا مبسوطين. اتبسطنا جدا ان احنا عملنا الاغنيه دي مع الفنانه الجميله منى عبد الغني. دي جميله قوي قوي عشان هي قمر وهتفضل طول عمرها قمر طبعا يعني ملك والله العظيم. واحنا قلنا بقى هي كانت بتعمل عامله نصيحه لكل اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا والكلام ده كله. فاحنا أيوة. واحنا كنا عايزين نشوف بعد الجواز الكلام ده كله. طبعا عامله نصيحه لكل اتنين هيتجوزوا والكلام ده كله. وبعدين هي كانت عامله نصيحه لكل اتنين هيتجوزوا والكلام ده كله. عشان ايه؟ فاحنا عملنا الاغنيه كليب ده كمان. احنا كنا عايزين برضو عايزين الفيديو ده كنا عايزين نجرب نشوف احنا كمان بعد الجواز هي لما تبقى حامل مثلا شكلها ايه. بعجوره كانت مبعجره بس كانت اموره برضو فعجبتني قلت خلاص مش مهم عادي. يا ابني مش بمزاجك يا جدعان هي واخدها بلطجه مش فاهم ليه. المهم انا عايز كل الناس اللي بيحبوا بعض يسمعوا الاغنيه دي ويسمعوا النصيحه اللي في الاغنيه. وطبعا النصيحه بس موجهه للبنت فانتوا ممكن برضو تركزوا على ان الرجاله على فكره مفيش حاجه اسمها نصيحه موجهه للبنت. لازم الولد والبنت يبقوا هما الاثنين شقين في الحياه. هما الاثنين مع بعض. انتوا شركه لازم انت تبقي بتحافظي قوي قوي وهو كمان علشان العلاقه تفضل قويه ومتماسكه ومترابطه وفيها ضحك وحب ولعب. وانا شايفه ان في ناس بتكتب ان هما بقى لهم 10 سنين و13 سنه متجوزين ومتضايقين قوي ان هما ده غلط جدا. انتوا لازم تغيروا الناس. لازم تعرفوا والرجاله يا جماعه الرجاله انتوا اللي معاكوا الدريكسيون بتاع الموضوع. بصوا يا جماعه ما هو في رجاله يا جماعه في التربيه كل راجل وفي حياته متربي في بيئه معينه. ماشي انا كان عندي حاجات في اول في حياتي ماشي يعني انا مثلا كنت ما عنديش استعداد ان انا
ارتبط بواحده مش محجبه مثلا, لازم تبقى محجبه وملتزمه وبتلبس واسع ومش عارف ايه وحاجات. شفت حاجات في حياتي على مدى حياتي لقيت ان مش ده الصح. لا الموضوع مش جدا. بالمظاهر خالص, الموضوع مش بالمظاهر. في ناس منتقبات بعيدا عن النقاب, او انا مش بس, بس في ناس بتسيء بس في ناس بتسيء للنقاب وناس بتسيء للحجاب والكلام ده. الموضوع مش بالحجاب طبعا, الحجاب فريضه من عندنا في الدين وكل الكلام ده على عيني وعلى راسي, بس في واحده تبقى محجبه دوروا على اللي جوه بعض, ما تبصوش للي بره, وبتعمل حاجات وحشه كتير جدا وبتمشي غلط والكلام ده كله. ممكن واحده ما تبقاش محجبه. يعني انا سلمى اول ما شفتها انا بالنسبه لي كان الموضوع مش رايح في حته ارتباط قوي بصراحه, عشان ما اضحكش عليكم. كان داخل شمال, كنت داخل شمال. ايه عشان صراحه ماشي. بس لما عرفتها عرفت انها محترمه وكويسه, وهي دي الوحيده في كل اللي انا عرفتهم في حياتي اللي ينفع ان انا امنها على بيتي وعلى حياتي والكلام ده كله. عشان كده ارتبطت بيها مع انها مش محجبه مثلا. الحجاب, الحجاب حجاب تصرفات. الحجاب انك تحتجب عن كل ما هو خطأ, عن كل ما تحتجب, لازم تحتجب عن كل ما هو انك خطأ, انك تحط حاجز بينك وبين اي حاجة غلط. وفي حاجة عندنا دايما الناس بتاخدها, ان الست لازم هي اللي تبقى بتحترم نفسها وهي اللي ما تبقاش بتعمل حاجة غلط, ولازم هي اللي تبقى ملتزمة وهي. لا, والراجل عادي جدا يبقى بيهس عادي وبيروح ويعرف بنات ويبقى متجوز واحدة في البيت وسايبها وهو عايش حياته مرة مع بنات تانيين وناس تانيين. بالعكس لازم هو كمان يبقى محترم ويحترمها, وبدل ما يروح يهس برا هس جوه يا عم, يدلعها هي, ياخدها يتبسط معاها, روحوا يهسوا سوا بالظبط, هما الاثنين يهسوا مع بعض. هس السلعوه, اعملوا هس السلعوه وهس السلعوه. فلازم اي واحده, في ناس كتير كاتبين ان هم متضايقين بقى لهم 12 سنه و13 سنه متجوزين وحياتهم وجوزهم بيكشر ما بيهزرش وحاجات كده. في رجاله مفكرين ان الرجوله ماشي, ودايما دي معلومه غلط عند كتير جدا من الشعب العربي مش مصر بس ماشي, ان الراجل لازم يبقى وقور طول الوقت, هادي, ما بيلبسش علوان, قافش قافش طول ما بيهزرش الوقت, عاقل. هو مفكر ان هو بالقفش ده ان هو هيبقى كده عاقل, بس بقول لك والهدوء ده هيبقى عاقل. ولازم يبقى بيلبس الوان معينه زي الكحلي والبيج والوانات معينه, ما تخليهوش يعني ما يخشش ناحيه الاحمرات والبينكات والحاجات دي عشان بتخلي وقاره يقل. في ناس كتير جدا فاهمين الموضوع غلط. الموضوع ان عايز تبقى راجل تبقى انت مخلي الست اللي معاك عينيها مليانه, مش مكفيها حاجه يعني, مش ناقصه اي حاجه ماشي, من دلع ولعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيداعب زوجاته, يعني كان بيلعب معاهم ماشي. سيدنا عمر نفس الموضوع, يعني دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا وقت اللعب نلعب ونعزر ودلعها وكل الحاجات الحلوه ونرقص مع بعض ونعزر مع بعض, لكل مقام مقال يعني, لكل وقت وقت الشغل بتعمل. وجد شغل وجد يعني, هي في المطبخ ما سيبهاش انا بقى طول الوقت هي عماله تطبخ وانا عمال قاعد ومش عارف, لا ادخل كل شويه مثلا يقف على فكره بقول له هات الكرسي وتعالى اقعد جنبي على فكره, بس هي مش عايزه حاجه, عايزه تبقى شايفاني مثلا. يعني مثلا بتعمل حاجات والله العظيم ساعات بتبقى بتعمل حاجه صعبه مثلا في المطبخ ماشي, اقول له تعالى اعصر لي ليمونه مثلا, انا مش عارفه اتصل للموس جامده شويه, بتعمل حاجات انا بحس ان هي مش عارفه تعملها فبقول لها هاتي انا اعملها عادي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان برضو بيساعد زوجاته. ده الناس اللي ثواني, انا منتقبه والله وعن التزام, بس تصدق انا بحس سلمى دي حاله صعب تتكرر, وفعلا حد نظيف من جوه ومن بره. بارك الله لك ما وبجد حبيبتي يا زهره, يا زهره ربنا يبارك لك ويثبتك على اللي انت فيه طبعا, وتبقي مبسوطه دايما وعايشه حياه فرحانه. واحنا بنتكلم عن فئه معينه من الناس بيسيئوا للزي يعني بيستغلوا مثلا النقاب او الحجاب يعني ان هم يتظاهروا بعكس الموجود, بس يعني بعيدا عن الستات في شيوخ او مش شيوخ بيتشبهوا الشيوخ وبيطلقوا اللحيه بيربوا دقنهم وبيلبسوا الزي الاسلامي وكده, وهما في الاساس بيسيئوا للناس المحترمه, واخدينه كستاره عشان يعرفوا ينصبوا عشان يعرفوا يكذبوا عشان يعرفوا يعملوا كل اللي هم عايزينه. بالعكس يعني احنا دايما بنتكلم ان انت كون مثلا لو انت شخص من منطقه شعبيه خليك انت المثال, انك مش طريقتك وحشه والفاظك وحشه احنا نعرف ناس والحاجات دي, احنا نعرف ناس بعيدا يا جماعه يعني انا من بولاق ما بتعملش بألفاظ مثلا خارجه ولا بتعمل بطريقه خارجه ولا الحاجات دي كلها, فالناس دايما ما بتبقاش متخيله ان انا من بولاق.
يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه. في ناس بقوا اصحابنا جدا ماشي. اولا احنا كنا مفكرين المهرجانات والحاجات دي كلها الناس اللي بتغني مهرجان دي ناس من مناطق شعبيه او من 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 مناطق زي الزاويه او زي مناطق اللي فيها الناس مثلا ما بيعرفوش يتكلموا باحترام, دول ما بيعرفوش يتكلموا باحترام او مش هيتعاملوا مع بنت باحترام بالظبط. بالعكس وكنا مفكرين ان هم طول كلامهم بقى مع بعض شتايم وبلطجه وحاجات كده. احنا لينا اصحاب من الزاويه زي مكمك رجولة الرجولة وجدعانه واخ جدع ويقف في ظهر صاحبه اكتر من اي حد. جنرال شبرا ماشي ده بيغني مهرجانات طبعا كلنا اغلب الناس عارفينه. 50 طبعا ماشي. الناس دي كلها مثلا انا كنت مفكر ان الناس دي ما بيعرفوش يتكلموا. الناس دي ما بتتكلمش غير حضرتك ويا استاذ وبعد اذنك وبيتكلموا باحترام غريب. الناس دي فعلا دول بينهم دول مثال للمنطقه اللي هم منها الرجوله والجدعانه وكل الحاجات. في ناس بقى ملناش دعوه بيهم لان في كل مكان الحلو والوحش بالظبط. في كل مكان تلاقي صيع وبلطجيه وقلالات الادب وما بيحترموش البنات اللي في المنطقه وما بيحترموش الرجاله وما بيحترموش بعض اصلا. وفي ناس محترمين والكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو في مناطق شعبيه او مناطق الهاي كلاس او اي حاجه ماشي في بنات محترمه جدا وبنات وحشه جدا لان اغلب الشباب دلوقتي مفكرين ان الحياه هس بس. الموضوع يا جماعه هنرجع ونقول انه ولا باللبس ولا بالمنطقه ولا بالدراسه. يعني في ناس مالهاش حظ في الدراسه فربنا يكرمهم يعرفوا يظبطوا ده. بس الموضوع كله ان انت تبقى بتتصرف بطريقتك على فطرتك بالشكل اللي انت شايف نفسك صح فيه. صدق نفسك ومالكش دعوه بالناس بصلك ازاي طالما انت محترم. طالما انت محترم بتتعامل باحترام وبتربيه ومش مزعل حد من اللي حواليك او بتاذيه بصريا او سمعيا. براحتك بقى اتعامل زي ما انت عايز. البس اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه وتعامل. انا في ناس كتير بتدخل ساعات تنتقدنا ومش كتير قوي هم 3-4 تقريبا ماشي بيخشوا ينتقدونا. هما دول بالنسبه لنا احنا ما بنبصش على كومنتاتهم اصلا. يعني لما بناخد بالنا من كومنت في النص عشان حد رد عليهم بس. لكن دول بالنسبه لنا شفافين لان هما عندهم عقليه متخلفه شويه. مش قصدي ان انا بشتمهم, ان عقليه متاخره مش يعني قصدي ان يعني هو من حقه بيقول لي مثلا واحد من الناس مثلا بيقول لي ايه انت ديوث ماشي. الديوث اولا عشان الناس اللي ما تعرفش الديوث هو الذي لا يغار على اهل بيته ماشي. قالوا من هو الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهل بيته. هم قصدهم ان انا ما بغيرش على سلمى عشان بتطلع معايا في الفيديوهات. بيقول لي انت بتطلعها معاك في الفيديوهات وبتطلعها معاك على الانترنت وقدام كل الناس. طب ماشي ما بتنزل الشارع يعني الناس كلها بتشوف. بنزل الشارع بنزل وبتروح السوبر ماركت وبتروح الشوبينج وبعمل كل حاجه وكل حاجه هي بتعملها بتبقى ساعات من غيري. وهو شاب من ضمن الشباب اللي كانوا حواليا في حياتي من قبل الجواز والحمد لله. يعني ايه ده يوسف يعني. عشان انا بغير عليه على فكره. مين قال ان انا ما بغيرش عليه؟ وانا بغير عليه على فكره. واي حد بيتطول ها بديله على قفاه ها واخدين لي بالكم يعني. المعجبات يا جماعه اوكي انا بحب كل اللي معجبين بس خليكم محترمين في كلامكم علشان اي حد هيعدي الحدود بيتبطق عليه. وسلمى مفتريه ومش عايزه اقول لكم ان هي مفتريه لان انتوا اكيد عارفين. ايوه ماشي. انا مش راضيه بس ابروز ناس معينه يعني. خلاص عشان لو طلعتهم على المسرح خلاص هو والله هم بيهزروا مش قصدهم حاجه. لا في ناس بتتكلم بطريقه خارجه. انا يا جماعه ما بغيرش بس ما بحبش الاسلوب اللي مش محترم. لان احنا في الاخر ما بنغيرش على بعض قوي. ليه بقى؟ لان احنا في الاخر عارفين ما بنشوفش غير بعض. انا وهي ما بنشوفش غير بعض فعلا. نرجع بقى بس عشان نرجع لمرجوعنا بس. فالناس دي احنا يعني انا يعني ما بردش عليه لان هو متاخر فكريا لان هو بالنسبه له ما اعرفش هل مامته مثلا او اخته او اللي هو هيتجوزها مش هتنزل الشارع ما حدش هيشوفها. يعني هو كده ده شخص معقد قوي وهي هتبقى مكبوته جدا وهتشتغل على كلام مفكرين الرجوله. صحيح في رجاله مفكرين ان الرجل ان هو يحبس مراته في البيت ما تشتغلش ما تشوفش حد ما تعملش حاجه. دول فاهمين غلط خالص. انت تعرف لان اخره لان اخره ماشي انزل شغلك وسيبها في البيت. وهي ممكن تبقى لو هي مش كويسه ممكن تعمل اللي مفيش حد ما بيعرفش يعمل حاجه. يعني لو انت حبست واحده في اوضه ومعهاش تليفون وعايزه تعمل حاجه غلط هتعملها.
ولو حبست راجل، لو انت مثلا مكتفه جوزك ومفكره ان هو او خطيبك او صاحبك او بتراقبيه طول الوقت او الكلام ده، وهو عايز يعمل حاجه غلط هيعمل حاجه غلط. ماشي، وهبقى اكلمكم في اللايف اللي جاي، هكلمكم عشان في ناس فاهمين الموضوع غلط عن موضوع الباسورد اللي انا قلته في الحلقه. هنعمل لايف ثاني هفهمكم الموضوع اكتر. ماشي، بس اهم حاجه يا رجاله خليكم فرفوشين كده ولزاز مع الستات، علشان والله هي دي الرجوله. والله لما هتعمل كده مش هتقل من رجولتك حاجه، بالعكس هي هتحبك اكتر، هتخليها مربوطه بيك اكتر، مش شايفه حد غيرك وما بتتمناش ان هي تشوف حد غيرك، ومش تحس ان هي ندمانه لحظه ولا سنتي من عمرها ان هي معاك، بالعكس، وهتبقى طول الوقت بتسعى وبتتشقلب عشان تخليك مبسوط. انا عايز افهمكم حاجه يا جماعه، ان البنات فيها طفوله طول الوقت، الرجاله فيها طفوله برضو، هم بيحبوا بيحسوا بالحنان وبالامان مع حبيبته او مراته او الكلام ده. بس البنات بتحب تتدلع، يعني مش لازم اقولها يا سلمى خش اعملي لي اكل، لا مش ده خالص، لا ما انا ممكن اقول لها حبيبتي مش جعانه، تقول لي هو انت جعان، اقول لها يعني شويه ويقعد يتمحلس كده. ماشي، فايت قايمه اصلا، لو هي مش قادره تقوم تعمل اكل والله بتقوم تعمل لي كل اللي هي تقدر تعمله حتى لو هي تعبانه. فالموضوع مش بلطجه في المطبخ، شايفين انا مش شقه، لا شقه في شقه، ايوه وقفه المطبخ في عرق، ايه الاوفر ده؟ شايف الموضوع عبارة قوي، امشي زومبي، فكرتني بالفيلم بتاع امبارح وبيقول لها ايه، امشي اعملي زي الاموات وامشي زي الزومبي، تعملي لا انت اوفر قوي، الموضوع مش كده، فعدلت نفسها بطلي افور، انت حافظ المشهد معايا. ايوه يلا هنسيبكم دلوقتي، باي باي. علشان احنا عندنا نعمل حاجات او هنزل وكده، فهنسيبكم دلوقتي، وعايزين نقول لكم ان احنا بنحبكم قوي 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 قوي